أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: توفي رجل وصلي عليه بعد صلاة الظهر في مسجد عكيجة، ولما فرغوا من الصلاة قالوا إنه أوصى أن يقبر في قريته، فحملوه إلى القرية ووصلوا مع صلاة العصر، ثم صلوا عليه في مسجد القرية بعد صلاة العصر. والسؤال: رافقه ناس من الرياض إلى تلك القرية وصلوا العصر بالمسجد مع الجماعة، ثم صلوا على الميت مرة ثانية، هل هذا جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز ماذا عليهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا جائز، يعني هذا زيادة خير للميت وللمصلي، لو صليت عليه عدة مرات لا مانع، لا مانع من ذلك، لا سيما إذا حضرت الصلاة عليه مع الجماعة فلا تجلس، صلي معهم تدعو له، هذا زيادة خير لك وللميت.